السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سفيان المرزوقي من قناة سفيان المرزوقي لمساعدة المهاجرين في إسبانيا. واليوم جيت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي فيه بزاف ديال التساؤلات، وواحد الموضوع اللي مهم بزاف لكل الناس اللي مقبلين على التجمع العائلي ولا كيعيشوا في إسبانيا وجاو عن طريق التجمع العائلي. فإلا كنت كيهمك هذا الموضوع وبغيت تعرف كل التفاصيل، خليك معنا حتى الاخر وغادي تشوف كل شيء بالتفصيل. ورجعت معكم الاخوان، بطبيعه الحال الا كنتي اول مره كتشوف هذه القناه، هذه القناه كتعطي معلومات قانونيه للمهاجرين في اسبانيا، لا من ناحيه قانون الهجره ولا من ناحيه قانون الشغل. فاذا كنت يهمك هذا الموضوع، هذه المواضيع هذه كانت كتهمك وكنتي مهاجر او مقبل على الهجره، فما تنساش تشترك في القناه وغادي يوصلك كل يعني المعلومات التي تخص المهاجرين في اسبانيا. بطبيعه الحال انا بنيت على هذا الموضوع هذا وبغيت نهضر على هذا الموضوع هذا حيتاش عندي بزاف ديال التساؤلات فيما يخص هذا الموضوع هذا، وبغيت نوضح بعض الامور. بزاف ديال الناس كيقول لك انا مثلا جابني الزوج ديالي يعني عن طريق التجمع العائلي، فبدلنا السكن، ما بقيناش في السكن، فالزوج ديالي ما بقاش خدام، راه في البارو، راه هادي زاد عندنا وليد، ما عرفنا شنو. فكيسولوا دائما واش هاد التغييرات يعني في الحاله الاجتماعيه ديالهم واش غادي تاثر على يعني تغيير البطاقه ولا ما تاثرش على تغيير البطاقه. بطبيعه الحال حنا عارفين بان وبزاف ديال الناس عارفه بان التجمع العائلي، الا جيتي بالتجمع العائلي وما كملتيش مع داك الشخص هذاك ولا يعني تفارقتو قبل ما تفوت واحد المده ديال سنتين، واخا يعني الطلاق اتفاقي وقبل ما تدوز واحد المده ديال سنتين، داك الشخص اللي جاب الريغروباسيون فاميليال خصو يرجع فحالو لبلادو، لان ما عندوش السبب اللي جاب عليه لهنايا، داك السبب اللي جابيه لهنايا لاسبانيا ما بقاش. يعني داك البينكولو فاميليال اللي خلى داك الزوج ديالها ولا خلى داك الزوجه ديالو تجيبو لاسبانيا ما بقاش، يعني سالا. فهنا اول دائما اول تغيير بطاقه كيتطلب فيه ما يسمى بالاستمراريه الزوجيه. ونقول لكم واحد القضيه، فاش كيدير الانسان التجمع العائلي للزوجه ديالو ولا فاش الزوجه كدير الزوج ديالها التجمع العائلي، فاش كيوصل هنا لاسبانيا كيعطيوه الاقامه فيها المده الزمنيه اللي عند داك السيد اللي دار التجمع. بغى يجعل ما يكون عنده غير 6 شهور، غيعطيو حتى داك الزوجه ولا الزوج ديالها غيعطيوه 6 شهور. كان عندها عام غادي يعطيوه عام، كان عندها 5 سنين غيعطيوه 5 سنين. لنفرض انت يلاه درتي التجمع العائلي، يلا خديتي البطاقه ديال 5 سنين ودرتي التجمع العائلي، جات الزوجه ديالك يعطيوها 5 سنين اللي عندك. فالمده ديال 5 سنين اللي دوزت الزوجه ديالك معاك ما كتعنيش انها يعني غادي تقدر دير الرينوفاسيون بلا ما تكون يعني تصريح باستمراريه الزوجيه. علاش؟ لان هنا في هذه الحاله هذه الزوجه ديالك فاش جات عطاوها التيمبورال، واخا انت كانت عندك لارغ دوراسيون هي كيعطيوها التيمبورال، ودوزت معاك 5 سنين غدوزها كامله تيمبورال، دوزت معاك 6 شهور غدوزها كامله تيمبورال. الا دوزت 6 شهور تيمبورال ودازت ما يسمى بالبيرمانينتي، هنا بحال اللي كنقولوا لينفريد واحد الانسان عنده البطاقه ديال 5 سنين ديال بيرمانينتي ودوز 6 شهور، يعني فاش جات الزوجه ديالو كان عنده 6 شهور في البطاقه، بقى له غير 6 شهور في البطاقه، عطاوها حتى هي 6 شهور. فاش كيعاودوا الرينوفاسيون ديريكتامينتي كدوز هي لارغ دوراسيون. هنا هاد الحاله هادي نقدروا نقولوا كما كنقولوا بالعربيه قطعت الواد ونشفوا رجليها، واخا ما دوزتش سنتين كامله، واخا ما دوزتش سنتين كامله ديال الزواج، هاد السيده هادي عندها الزهر. يعني جات خدات 6 شهور عطاوها لا تيمبورال، بدلت الريزيدنسيا خدات لارغ دوراسيون. اون فوا كتاخذ لارغ دوراسيون كتسهل الامور في اسبانيا، يعني باش نكونوا واضحين، لا بالنسبه اللي جاب تجمع عائلي ولا اللي جا يعني بالعمل ولا اللي جاب باش ولا دار يعني الوراق بالرايد سوسيال. فاش كتاخذ لارغ دوراسيون كتسهل عليك الماموريه شي شويه، لان تغيير الحاله هي اللي صعيبه، ماشي تغيير البطاقه. تغيير البطاقه راه سهل، تغيير الحاله باش تدوز من حاله ديال تيمبورال لارغ دوراسيون هي اللي صعيبه. ما عليناش باش ما نخرجوش من الموضوع ديالنا ونبقاو في الموضوع ديال التجمع العائلي وشنو هي الامور اللي تقدر تسبب فقدان البطاقه في التجمع العائلي. كما قلنا اول سبب هو عدم الاستمراريه الزوجيه، يعني الا ما استمريتيش مع الزوجه ديالك ولا انت ما استمريتيش مع الزوج ديالك، هنا في الحاله هذه يعني هو اهم سبب. كاين اسباب اخرى اللي تقدر تسبب فقدان البطاقه للشخص اللي جاب التجمع العائلي، واهمها من بعد الفراق كيجي هو ان الشخص اللي جابك
بالتجمع العائلي يفقد البطاقه ديالو. هنا في هذه الحاله هذه هذا الامر هو صعيب بزاف، ودائما كنقول ان هذا الامر هذا غير عادل. يعني في القانون الهجره الاسباني هذا الامر هذا غير عادل. علاش؟ لان داك الشخص اللي دارت ليه ريغروباسيون فاميليار اش من ذنب عنده الى يعني الباريخه ديالو ولا الزوج ديالو فقد البطاقه، بالاخص فاش كتكون تيمبورال. اما الى داز لارغ دوراسيون كما قلت لكم، الى كان عنده زهر داز لارغ دوراسيون راه ما بقاش غيفقد البطاقه ديالو، واخا الباريخه ديالو يفقد البطاقه، هنايا ما بقاش عنده مشكل. انا نعطيكم مثال، واحد السيد دار التجمع العائلي للزوجه ديالو وهو في التيمبورال، يعني عنده يلاه عامين الاولى والعامين الثانيه مثلا هو في التيمبورال. في داك التيمبورال وقع ليه مشكل، هذا هو الامر اللي خطير بزاف وكيطرى بزاف للناس اللي كيديروا التجمع العائلي. الزوج ديالها دار لها التجمع العائلي، وفي داك الوقيته فاش دار لها التجمع العائلي كانت عنده ريزيدنسيا تيمبورال. هو كاين واحد الشرط باش تدوز من تيمبورال لارغ دوراسيون، هو ما يكونش عندك سوابق عدليه في اسبانيا ولا في البلد ديالك، يعني هذا معروف، يعني بالاخص في اسبانيا وانت مقيم في اسبانيا باش تدوز من تيمبورال لارغ دوراسيون ما خصش يكون عندك سوابق عدليه. هاد السيد هذا فاش جاب الزوجه ديالو كان وقع عليه واحد المشكل، مثلا ضرب في الزنقه، دار شي حاجه شدوا فيه، حكموا عليه مثلا 6 شهور ديال الاعمال في الخيريه ولا شي حاجه بحال هكا، حكموا عليه ينقي الريزيدنسياس ولا ما دوزش الحبس، ولا يدوز واحد 6 شهور ساك يعني الطوموبيل وهو شارب شي حاجه بحال هكا، فتعرض لفقدان البطاقه، غيتعرض لفقدان البطاقه. هنا شنو كيطرى؟ فاش الزوج كيمشي يدير رينوفاسيون كيخرج ليه دينيغادو، اوتوماتيكامين الزوجه ديالو حتى هي غيكون عندها دينيغادو. وانا هادشي علاش كنقول لكم هذا الامر هذا غير عادي، لان داك الزوجه ديالو مثلا دوزت واحد سنتين هنا في اسبانيا وكان عندها حسن السير والسلوك كانت كدير. هنا الامر الوحيد اللي نعطيكم نصيحه للزوجات ولا الازواج اللي مثلا انت الزوجه ديالك عندها مشكل وعارف انت عندها مشكل قضائي، وانت عند الزوج ديالك مشكل قضائي وعارفه عنده مشكل قضائي، فالنصيحه هو انك تشتغل، انك تبدل اوراق ديال التجمع العائلي بالعمل، واخا ما غاديش تقدر تبدلهم لان انت مازال مزوج، فعلى الاقل داك الوقيته فاش كتدخل تخدم يكون عندك واحد الكونتراتو دي ترابخو. حتى الا ترفضت الاقامه للزوج ديالك مثلا، الا رفضوا الاقامه للزوج ديالك، انت في هذه اللحظه هذه كتكون عندك العمل، فكتدفعي على العمل وكتقلبي الوراق ديال الاقامه ديالك على العمل، ما كيبقاوش تابعين للزوج ديالك. لان الا كان ما كانش عندك شي حاجه اخرى، شي خيار اخر يمكن لك تعيشي به عليه في اسبانيا من غير الاقامه ديال الزوج ديالك انه عايش في اسبانيا، هنا في هذه الحاله هذه كتعرضي حتى انت للرفض، لان الزوج ديالك اصلا ترفضت ليه الاقامه. كاين بعض الامور اللي يديرها الانسان في هذه الحاله هذه ما يسمى بلا ميديدا كوتيلار، ولا تطلب لا ميديدا كوتيلار على حسب الحاله العائليه، عندكم وليدات عندكم بزاف ديال الامور، ولكن باش تفاداو داك لا ريغولاريداد نتاع جوج الناس، بعد على الاقل الزوجه تكون عندها الاقامه، لان راه كيطيحوا في مشكل، العائلات راه كطيح في مشكل فاش كيكونوا الزوج بوحدو خدام والزوجه جالسه وما عتاكلين على داك الوظيفه ديال الزوج، ف كيتفض الاقامه الزوج، الزوجه كتبغي تنوض تمشي تخدم كتلقى حتى الاقامه ديالها ترفضات. فانا كنقول لكم نصيحه، الا كنتو عارفين ان كنتي عارفه ان الزوج ديالك عنده سوابق عدليه وانت جايه بالتجمع العائلي، كوني متاكده بان فاش غادي تجي ديري رينوفاسيون راه غادي تعرضي للرفض ديال الاقامه. ففي هذه الحاله هذه تقلب على الخدمه ليل ونهار، تقلبي على الخدمه ليل ونهار، تخدمي ديري التا فاش ما كان هير باش الزوج ديالك نهار ترفض ليه الاقامه انت تكون عندك الاقامه، وتقدري انت تساعديه باش يعاود يسوي الوضعيه ديالو، ولا يعني يدير ريكورسو يتبع المحامي حتى يردوا ليه الاقامه ديالو. وفي هذه الحاله هذه ما تكونيش بقيتي بلا عمل، ما غتمشي لكش الاقامه ديالك، الوليدات ديالكم الا كانوا عندكم وليدات مثلا حتى هما تابعين له يمكن لهم يتبعوا ليك انت في الاقامه ديالك، بزاف ديال الامور. فباش تيفيتيو هذيك لا ريغولاريداد دائما الانسان يرد البال. كاين واحد الامر اخر كيسولوني الناس عليه وكيقول لك واش انا جابني الزوج ديالي مثلا، حتى هو يقدر يكون سبب مثلا ديال انها ترفض لك الاقامه. جابني الزوج ديالي مثلا بالتجمع العائلي وكان خدام، دفع النومينات، كان عنده 6 نومينات ديالو، كان عنده المسائل ديالو كامله، الامور ديالو الاداريه والقانونيه كامله، فغير جابني توقف على العمل، توقف على العمل وانا غادي تبعني الرينوفاسيون، واش داك الرينوفاسيون ديالي انا غادي ترفض؟ انا غادي نقول لك حاجه واحده، هنا في هذه الحاله هذه
كاين بزاف ديال ديليغاسيونيز ديال غوبيرنو في اسبانيا، يعني ديليغاسيون ديال غوبيرنو هي البلاصه فين كنقدموا الطلب ديال يعني باش يعطيونا الاقامه. كل ديليغاسيون ديال غوبيرنو كيفاش كتعامل مع الدوازه ديالها؟ كاين بعض المناطق اللي يقدر يدير لك المشكل غير على الانفورمي دي بيبيندا، وكاين بعض المناطق اللي كيقول لك لا ماشي مشكل، انا غير تكون السيد اللي جابك بالاقامه عنده الاقامه ديالو وما كاينش مشكل، ولكن واخا هكاك كاين قانون. الا كان الزوج ديالك، انا كنقول لكم في القانون شنو كيقول، الا كان الزوج ديالك عنده الاقامه واخا كيشد البارو واخا ما خدامش، المهم عنده الاقامه ديالو تمنحت ليه، من حقك في الاقامه، يعني لفيت انه يجيبك حاجه وانك تكوني عايشه معاه هنايا وتجي ديري رينوفاسيون ديال الاقامه ديالك حاجه اخرى. فهنا الا كان الزوج ديالك عنده الاقامه بالسيف عليهم خصهم يعطيوك حتى انت الاقامه معاه، فهمتي كيفاش؟ يعني ماشي حيت هو ما خدامش غيحرموك انت من الاقامه، ولا حيت السكن غير لائق غيحرموك انت من الاقامه، ولا بزاف ديال الامور. واخا هاد الامور هادي كيطلبوها في بعض المناطق كما قلت لكم على حساب الديليغاسيون دي غوبيرنو اللي غاتفيك وعلى حساب بزاف ديال الامور، ولكن الا رفضوا لك بسبب ان الزوج ديالك ما خدامش وعنده البارو، هنا في هذه الحاله هذه اول ريكورسو غادي تاخذي الورق ديالك، باش نكونوا واضحين يعني. لان هادشي ما نكذبوش ونقولوا ما طراش، هادشي طرا وبزاف ديال المحامين عارفينه، وإلا قلتي له علاش رفضوا لي غيمشي كيجري يدفع لك الريكورسو، لان عارف بان راه هذاك ديليغادو دي غوبيرنو اللي خدام في ذاك ديليغاسيون دي غوبيرنو الشاف ديالهم هو اللي كيدير ذاك الشيء هذاك، وهو اللي قرر يتعسف عليك في ذاك الحاله هذه وقال لهم صافي رفضوا لها، زوج ديالها ما خدامش باش غيعيشوا هادو جايين هنا يطلقوا رجليهم، وهذه على حساب المنطقه اللي جات فيك وعلى حساب بزاف الامور. ولكن القانون اش كيقول؟ الا كان الزوج ديالك عنده الاقامه ليغال خدام ولا ما خدامش، هو مقيم هنا في اسبانيا، مجبرين يعطيوك الاقامه، وإلا كانت شي مساعده عندك الحق فيها انت والزوج ديالك والعائله كامله، لانكم نتوما كتسموا مقيمين شرعيين في اسبانيا لا اقل ولا اكثر. هذا هو القانون وهذا الشيء اللي كيقول القانون، وإلا كان شي حاجه من غير هذا الشيء هذا عندكم الحق ديروا الريكورسو، وكونوا متيقنين بانكم غتربحوه 100%. هذه الامور اللي بغيت نوصل لكم من هذا الفيديو هذا، ونتمنى الفيديو هذا يكون وضح بزاف ديال الامور، لانني عندي بزاف ديال التساؤلات في القناه فجمعتهم كاملين تقريبا وحاولت نلخصهم في هذا الفيديو هذا. والا عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات ما تنساوش تخليوا لي التعليق ديالكم وتدعموا هذا النوع ديال الفيديوهات باللايك وتبارطاجيوهم مع الناس اللي محتاجين ليهم. كان معكم سفيان المرزوقي من قناه سفيان المرزوقي لمساعده المهاجرين في اسبانيا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر، تكونوا في احسن الاحوال. السلام عليكم.